سقط قتلى وجرحى في هجوم إرهابي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة اليمنية الجديدة. وفي أمانة العاصمة صنعاء توفي 13 أسيرا في سجون الميليشيات الحوثية بسبب التعذيب والإهمال الطبي، فيما مسلحو الميليشيات يقتحمون مجمع عمر المختار الطبي في حي 70 ويعتدون على مديره بالضرب المبرح وإطلاق النار. إلى ذلك اعتدى مسلحون حوثيون على الشاب يزيد نصر الواحدي بالضرب المبرح وإطلاق النار عليه قبل رميه في أحد شوارع العاصمة وهو مدرج بدمائه. كما تواصل ميليشيات الحوثي اختطاف مسن كفيف في ظروف غير إنسانية للعام الثالث، وتجدد المحاكمات الهزلية بحق 11 مختطفا مدنيا بينهم الصحفي نبيل السداوي. فيما رابطة أمهات المختطفين تكشف توثيق 157 حالة احتجاز واختطاف بحق النساء في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. وفي مديرية همدان شمال صنعاء استولى القيادية الحوثية عبد الله المنصور بقوة السلاح على أراضٍ لمواطنين إلى محافظة تعز، حيث صعدت ميليشيات الحوثي من عمليات تفجير منازل المواطنين غربي المدينة ليبلغ عدد المنازل التي جرى تفجيرها 14 منزلاً. وفي الحديدة أصيب 5 عمال جراء قصف مدفعي جديد شنته ميليشيات الحوثي على مجمع إخوان ثابت الصناعي شرقي المدينة، فيما الميليشيات تدشن دفن 65 جثة مجهولة الهوية بطريقة مخالفة للقانون وتنتهك الحقوق الإنسانية للضحايا. أما في إرب فقد أقدمت ميليشيات الحوثي على ارتكاب جريمة وحشية هزت ضمير المجتمع اليمني بعد أن اقتحم مسلحو الجماعة منزل مواطن في مديرية العدين وقاموا بقتل زوجته ختام العشاري بعد الاعتداء عليها مع أطفالها بالضرب المبرح بأعقاب البنادق. كما حولت الميليشيات ملعبا لكرة القدم إلى مقبرة لقتلها وعذبت مواطنا في أحد سجونها بالعدين بطريقة مروعة، بينما اختطفت آخر في ذات المنطقة لتعاونه مع أسرة الضحية العشاري. وفي مديرية مدقة الغربي مأرب قامت ميليشيات الحوثي بتفجير منزل لمدنيين في منطقة الجدعان والتسبب بتشريد العائلة. أما في الضالع فشنت الميليشيات الحوثية عمليات نهب طالت 3 ملايين ريال على مزارع في مديرية قعطبة إلى عمران، حيث قتل مدني وأصيب آخر برصاص مسلح حوثي في نقطة تفتيش في أحد مداخل المدينة.